لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، مرحبا بكم أعزائنا مشاهدي تلفزيون ريان في هذا اللقاء الجديد الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من الدوحة، من على شاشتكم شاشة تلفزيون ريان، في برنامج لبيك الذي نتدارس فيه أحكام الحج وما يتعلق به من مواضيع، نستضيف فيه ثلة من أهل العلم والفضل للحديث حول ذلك. معنا منهم في هذا اليوم المبارك فضيلة الشيخ أستاذ دكتور عبد السلام مقبل المجيدي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة قطر. حياك الله شيخ عبد السلام. أهلا بكم، ونسأل الله تعالى يجمعنا في تلك البقاع المباركة. آمين يا رب العالمين. وأيضا معنا فضيلة الشيخ شقر الشهواني، إمام وخطيب وزارة الأوقاف الإسلامية. حياك الله شيخ شقر. حياك الله شيخ يوسف، أرحب بك ورحب بضيفك الكريم وبمتابعك الكرام، نسأل الله بمنه وكرم الجلنا وإياكم من المقبولين. آمين آمين، حياكم الله شيخنا. نرحب أيضا بأخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات عبر أثيري التلفاز والإذاعة، من يصله تردد إذاعة الريان فيستمع إلينا على الهواء مباشرة. حييكم، نحيي أخواننا، ونذكركم بأن عندنا مجموعة متنوعة إن شاء الله من الفقرات، منها الحديث مع المشايخ حول بعض المواضيع المتعلقة بما نحن فيه من أيام، ومنها أيضا لقاءات مع نديبنا في مكة، نديب قناة الريان أخونا سلطان النعيمي والفريق اللي معاه، مع مجموعة من الضيوف الموجودين الآن في مكة المكرمة في بقاع مختلفة، نأخذ منهم بعض التوجيهات والمناقشات. نبدأ معاكم مشايخنا الحديث. شيخ عبد السلام، نبدأ بك الحديث. اليوم يوم التروية، وهو في الحقيقة أول يوم يبدأ فيه الحجاج وفدهم على الله سبحانه وتعالى في هذه الشعيرة التي هي شعيرة الحج، فيحرمون بالحج ويذهبون إلى منى، ثم يبدون يعني في أعمال الحج ومع ذلك. فهذا الاستهلال المهم لأعمال الحج لا بد له من استهلال، نذكر به أنفسنا وإخواننا من الحجاج بأهمية الانتباه لهذه المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره، وعلم مولد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما سطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره، تفرد بالعز والبقاء والملك والكبرياء، من نازعه فيهما أذله وأحقره، وأصلي وأسلم على الخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. وبعد، فإن اليوم يعد البوابة نحو أعمال الحج الأكبر. منى هي عبارة عن بوابة إلى عرفات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وصل إلى مكة المكرمة أقام فيها، وصل في اليوم الرابع، وأقام فيها اليوم الرابع والخامسة والسادسة والسابعة، ثم إنه تحرك بعد صلاة الفجر، بعد أن أشرقت الشمس في الضحى، تحرك من مكة إلى منى، وهناك صلى فيها، أحرم وأهل من مكانه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصلا كان محرما. المقصود بأحرم أي أنه تحرك من أجل الحج، وإلا فهو كان محرما في ذاته، وأحرم الذين كانوا معه ممن جعلوا حجهم عمرة، وكذلك الذين حجوا حج تمتع. إذن عندنا صنفان كانوا معه صلى الله عليه وآله وسلم كانوا قد أحلوا. الصنف الأول هم الذين جمعوا بين الحج والعمرة على سبيل التمتع، فإنهم بعد عمرتهم قد أحلوا. وعندنا الصنف الثاني الذين كانوا قد نووا الحج أو نووا القران ولم يسوقوا معهم هدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعلوا حجهم عمرة، أي أن يجعلوها على سبيل التمتع. فهذان الصنفان أحرموا من مكانهم، أي لبسوا ثياب الإحرام وبدأوا بالتلبية، دخلوا في النسك وتحركوا جميعا إلى مكة.
وأنت عندما يتخيل الإنسان عبر الزمان والمكان كيف اجتمعت هذه الوفود المقبلة على الله جل جلاله، وقد سمعوا قول الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن تحركوا من أجل أن يستجيبوا لهذا النداء المطهر الذي رفعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولأجل أن يقوموا بشعائر الحج. وهم في ذلك كله قد لبسوا لباسا واحدا، وتركوا جميع ما يحضر عليهم من محظورات الإحرام مستجيبين لربهم، تركوا محظورات الإحرام مما كان يحل لهم قبل ذلك. لماذا فعلوا ذلك؟ استجابة لنداء ربهم. ماذا يقولون وهم يتحركون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيهلون كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، يهلون بالتوحيد، أي أن هذه العبارة العظيمة الكبيرة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، تمثل أعظم نداءات التوحيد. وهم في ذلك كله أيضا يلبون الله، عندما يلبون الله ينتظرون العطاءات العظيمة التي لا يجدون مثلها في مكان آخر، وكأنهم سمعوا أن الله تعالى دعاهم فأجابوا. وتمثل بعض علمائنا لهذا الدعاء من الله بقولهم: ناد زواري أنا أدعوهم نحو بيتي لينالوا شرفا، فهم وفدي إذا ما نزلوا لحريمي إذ دنوا مزدلفا، ولهم عندي مزيد ولهم من نوالي ما أحبوا طرفا، هجروا أوطانهم إذ قصدوا نحو بيتي يقصدون الزلفا، فلهم عندي ما قد أملوا سلفا ينمو وينشي خلفا. إذن هذه الاستجابة العظيمة من الحجاج وهم بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم من الحجاج وهم يقتفون خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسير ماذا كان يقول؟ خذوا عني مناسككم. كلمة خذوا عني مناسككم، يعني أنت لما تستشعرها تشعر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامك، وهو كان يمشي بناقته صلى الله عليه وآله وسلم ويقول للناس على مر الزمان والمكان: خذوا عني مناسككم. يا هذا النداء العظيم. بصراحة لما منع غير الحجاج من أن يدخلوا إلى صرح الحرم، ثم ترى صرح الحرم في النقل التلفزيوني المباشر وباللون الأبيض فقط، باللون الأبيض، وهم يركعون ويسجدون ويتابعون الإمام في صلواتهم أو وهم يطوفون، ترى منظرا لا يمكن أن تقوم له عينان. وهنا سبحان الله أنا أتذكر أن الدكتور، إن لم تخني الذاكرة، الدكتور جيفري لانج يقول بأن من أسباب إسلامه أنه رأى أناسا عندهم ثياب بيض، عندهم ثياب بيض، وتذكرت هذا لما رأيت هذا النيجيري صاحب الكنيسة، راعي الكنيسة، يقول بأنه رأى في منامه نداء بصوت يقول له: البس اللباس المسلمين. قال فأعرضت عنه، فاليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع عدة، حتى في الأخير قال، جاء بصوت قوي: البس لباس المسلمين، وهو راعي كنيسة. فذهب، مش البس لباس المسلمين، مر أتباعك أن يلبسوا لباس المسلمين. فجاء إلى أتباعه وأخبرهم بالخبر، كلهم استجاب. الله أكبر. وأظن من أعظم وجوه سبب القبول المباشر ما يرونه من نقل، لأنهم الآن قد عرضوا لباس المسلمين المميز هذا النقل. ولذلك صرت أقول سبحان الله كم من أجور للذين يقفون وراء هذه البرامج. صحيح. التي تنقل عن الحجاج وتصورهم وتقدمهم للعالم. نعم. كم من أجور لو نووا بذلك ابتغام عن قضية شيخ، قضية مهمة جدا، وهي قضية الاحتساب. شيخ شقر، احنا دائما احنا الآن في البرنامج أخواننا اللي موجودين هناك، سواء نديبنا سلطان والفريق اللي معاه أو حتى هل البعثة، يعني هم ترى يعني في خير عظيم، بشرط أن يحتسبوا، لأن في بعض الناس يأخذ مثل هالشغلات على أنها وظيفة وخلاص. فبش نقول لهم شيخنا؟ وأنا والله ما أمل، إحنا تقريبا في كل حلقة
لابد أن نقف هذه الوقفة نذكر فيها أنفسنا قبل ما نذكر فيها أخوانا. الحمد لله تفرد بالجمال والكمال، أحمده سبحانه الرحمن الرحيم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على النبي المطهر ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وعلى أهل بيته، خير صحب وخير معشر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى كما أخبر الشيخ، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها، وكان يقصر صلى الله عليه وسلم، وصلى في مسجد الخيف، وقيل في بعض الآثار أنه صلى فيه أكثر من 70 نبي في مسجد الخيف. والخيف كما تعلمون أن منى إنما هي جزء من الحرم، فالناس غدا يذهبون إلى اليوم في منى، وغدا عرفة، عرفة ليست من الحرم، لكن منى ومزدلفة من الحرم. ولذلك لم يكن يعني حتى على الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى، ليس بأمر مستغرب، المستغرب ما سيكون بعد ذلك حيث يفت صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ولم يكن أهل قريش يذهبون إليها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وهنا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، حري بمن هو هناك أن يقتفي أثار النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ جزاه الله خير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن في حجه، وأشار إلى من بعده وأصحابه أن يتمتعوا، والفاروق رضي الله عنه حكم وكان أميرا للمؤمنين أكثر من 11 سنة، فكان في كل سنة يفرد، فمن أفرد فله أسوة، ومن تمتع فله أسوة، ومن قرن فله أسوة. وكونك جزاك الله خير تكلمت عن مسألة يعني الاحتساب والتطلع، الشيخ يعني استحي أتكلم حقيقة أمامه الشيخ عبد السلام المجيدي أستاذنا وشيخنا، الحمد لله الذي أكرمنا بالعكس، الله يكرمك ويبارك فيك، أن المؤمن دائما يتطلع حقيقة للهداية. إحنا كمسلمين في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، وحينما نستقيم نقول اهدنا الصراط المستقيم، وحينما يكرمك الله بحفظ القرآن تقول اهدنا الصراط المستقيم. والشيخ لما ذكر الأخ النيجيري أسلم وصار أخ لنا في الدين، أنا أذكر حتى في بعض الناس اللي جوا إلى قطر مثلا للتعليم التصوير والمونتاج وكذا، وخصوصا حدث الحج شيخ حدث عالمي تغطي قنوات مسلمة وغير مسلمة وعربية وأجنبية، من باب أنه حدث، من باب شيء مستغرب، من باب شيء جديد، من باب حدث كبير، لكن أنا كإنسان دائما شيخ أتطلع للهداية، والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه الهداية شيخ لو قلت لي شنو أسبابها لا تعد ولا تحصى، واحد برؤية منام، واحد بفيلم عن الإسلام، واحد أصلا يريد أن يكيد للقرآن فيقرأ القرآن ويسلم، فمن ضمن أسباب الهداية هذا الحج الذي نحن فيه. ماء زمزم شيخ أسلم أناس بسببه، الحجر الأسود أسلم أناس بسببه، الكعبة أسلم أناس بسببها، الإحرام بعضهم نذكر أنا للتوجيت من برشلونة، واحد يقول لي أنا كنت أنام وأسمع والدي تقول لي جي معنا ولا تذهب، ويقول أسمع خلف صوتي تكبير ولا أعرف إيش هذا، لين وصل في مسجد اسمه مسجد عمر في برشلونة وهو مركز إسلامي وكذا، يوم سمع الصوت أدرك إيش الشيء اللي سمعه، تقول لي من اللي دله، من اللي هداه، من اللي يسر له، يقول دخلت المسجد أسمع القرآن وأبكي، دخل في رمضان، يقول لي أنا 6 years مسلم now يعني سبحان الله. إيه والله يا أخي، فما بالك هذه الهداية شيخ شقر جزء من الأشياء الدوافع اللي تخلي الإنسان يحتسب حقيقة. طبعا لأن صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، لكن بعض الناس يقول لك يا أخي جهدي ما يراه الناس، يعني جهدي بسيط، إما مثلا في عيادة صحية بسيطة، يعني مش من الجهود اللي بتظهر فبتكون سبب في هداية الناس، لكن كم من الأجر له في خدمة هالناس أصلا، خدمة في حد ذاتها. ومثل ما تفضلت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة الجميلة لعلي بن أبي طالب في خيبر، لأن يهدي الله بك رجل، لما أعطاه راية، والقصة المعروفة، وترى علي بن أبي طالب أيضا له علاقة في الحج لما أرسله ليقرأ على الناس سورة براءة، براءة إلى الله ورسوله إلى الذين عهدت من المشركين، بس من باب ربط موضوع الهداية وعلي بن أبي طالب وارتباطه أيضا بالحج، كونه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أبو بكر أميرا على الحج، فأرسل علي بن أبي طالب ليخبر الناس وينبئهم. فالتطلع لأسباب الهداية، الحرص المؤمن لذلك يقول دائما أن يا رب جعلني هادي مهدينا، لما تخرج من بيتك تقول اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو ظلم أو أجهل أو يجهل علي، وما تدري لعل الله عز وجل يهدي بكلمتك، بلمستك، بابتسامتك، بإماطتك عن الأذى عن الطريق. صحيح، وهذه قضية جدا مهمة. مشايخنا الكرام نكمل حديثنا في يعني هذه المعاني الجميلة جدا اللي ينبغي الإنسان يستحضرها، لكن عندنا لقاء
لأخونا سلطان عيمي نديبنا في مكة مع أخونا الشيخ محمد محمود رئيس اللجنة الشرعية. فالميكروفون عندك يا سلطان، ناخذ علومك وعلوم الشيخ محمد. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بزميلنا في الاستوديو يوسف عشير، ونرحب ايضا بضيوفه الكرام متواجدين معاكم في مقر البعثة القطرية للحج. واليوم ان شاء الله بيكون معانا الشيخ محمد المحمود رئيس الوحدة الشرعية. يا هلا ومرحبا فيك يا شيخ. الله يحييكم. يا مرحبا فيكم. في البداية، يعني هل يعتبر فضل هذه الايام للحجاج أم لكل المسلمين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن أيام العشر الأولى من ذي الحجة، وطبعا العشر يبدأ بها أول أيام الحج المسنون وهو يوم التروية، ثم بعد ذلك يوم عرفة، فهي داخلة في جملة أيام العشر، ثم يأتي يوم النحر وبعده أيام التشريق. لا شك أن هذه الأيام يشترك فيها الحاج وغير الحاج، ففضلها عند الله تبارك وتعالى عظيم، العمل الصالح فيها عظيم. طبعا ليس بنفس الدرجة، لا شك أن الذي في هذه الأماكن في مكة المكرمة في هذه البقاع جمع بين أمرين، بين قيمة الزمان اللي هو العشر وأيام الحج، وقيمة المكان، أن المكان هذا تضاعف فيه الأعمال، فاجتمع عند قيمة الزمان وقيمة المكان أعطاه يعني رتبة أعلى، ثم بعد ذلك هو يقوم بأعمال الحج والمناسك. لا شك أنه يعني أجره عظيم، لكن بالجملة الأيام العشر يشترك فيها سواء من كان في مكة أو من هو في بلده، وهناك كثير من الأعمال التي عليه أن يقوم بها لينال فضل وأجر هذه الأيام المباركة. الشيخ محمد، في أي وقت شرع فيها ذبح الأضاحي؟ طبعا إحنا عندنا الأضاحي اللي هي تتعلق بالشخص غير الحاج. نعم. غير الحاج الذبيحة التي يذبحها يوم العيد. نعم. بعد صلاة العيد يذبح الذبيحة، هذه تسمى أضحية. في المقابل للحاج شيء يسمى الهدي، الهدي يفعله كذلك في يوم العيد يوم النحر. نعم. بعد أن يرمي جمرة العقبة بعد الفجر، بعد فجر يوم العيد يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر هديه إن كان معه الهدي، ويحلق ويقصر كما هي الأيام المعروفة. بالنسبة لغير الحاج تبدأ من بعد العيد وتستمر معه يعني في مدة ذبح الأضاحي إلى آخر أيام التشريق. نعم. اللي هو رابع العيد احنا نسميه، وهو ثالث أيام التشريق. أما بالنسبة للحاج فالذي يذبحه يسمى هدي. نعم. زين، الحين شيخ محمد، شخص فعل شيء من المحظورات ناسي، يعني نسوا وفعل أحد المحظورات، إيش ترتب عليه؟ طبعا القاعدة أن أي إنسان ارتكب أمرا ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه، لكن متى ما تذكر الناسي، مثلا واحد دخل في الإحرام ونسى مثلا ينزع شيء من المخيط، ما هو مثلا إما نسيانا أو جهلا، مثلا يمكن يلبس نوع من الملابس الداخلية يظنها أنها عادي، هذه ما هي من الأشياء الممنوعة، إما جاهل لم يتعلم أو ناسي أبقى على في يعني بقي لابسا لبعض الملابس. نعم. التي كان مفروض ينزعها. نعم. هذا متى ما تذكر يجب عليه أن ينزع، ولا إثم عليه ولا شيء عليه. نعم. لكن لو استمر. نعم. فهو مرتكب لمحظور من المحظورات. نعم. زين الشيخ، لماذا يسمى اليوم الثامن بالتروية؟ نعم، هذا اليوم العظيم الذي هو أول أيام الحج الفعلية. نعم. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة. نعم. كان في مكة، فلما جاء اليوم الثامن توجه هو وأصحابه إلى يوم التروية، إلى منى في اليوم الثامن، وهذا اليوم يسمى بيوم التروية قديما، واستمر هذا الاسم في الإسلام لأن الناس كانت تتزود بالماء. نعم.
لأن أرض منى لا يوجد فيها ماء، فيأخذون الماء من مكة، فسمي يوم التروية لأنهم يحضرون الماء، لأن عندهم بعدها عندهم يذهبون إلى عرفة ويعودون، سيقيمون 3 أيام أو 4 أيام على حسب في منى، فهم بحاجة إلى الماء، فيزودون أماكنهم وأماكن إقامتهم بالمياه، سمي يوم التروية. ويعني من السنة الذهاب إلى هذا اليوم وأن يصلي الإنسان فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، طبعا يقصر دون جمع، يقصر الصلوات دون جمع، ويصلي الفجر فجر عرفة، ثم بعد فجر عرفة يتحرك منها إلى عرفة. في هذا اليوم لا يوجد شيء من العمل المخصوص، يعني لا يوجد مناسك لا رمي ولا غيره، اللهم أنه يحرم من مكة ويتحرك، فهو في ذلك اليوم قد دخل في النسك وأحرم، ويجلس في منى يوم التروية، يستغل هذا اليوم بذكر الله تبارك وتعالى وبالصلاة وبالدعاء وبتلاوة القرآن، ويهيئ نفسه، لأن عنده غدا اللي هو صادف يوم عرفة، اليوم العظيم، يوم الحج العظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، فذلك اليوم في ذلك المشهد العظيم هو بحاجة إلى أن تكون نفسه مهيئة لاستغلال اليوم في الأدعية والابتهال والذكر لله عز وجل. نعم الشيخ محمد، ما هي الأفعال المستحبة في الليلة التي تسبق يوم صعود عرفة؟ نعم، هو قبل أن يعني كما ذكرت في يوم التروية، نعم، ما هناك عمل مخصوص، لكن الإكثار من الطاعات، وهذه يغفل عنها كثير من الناس في الحقيقة. الناس مرات لا يدركون قيمة، يعني فقيمة الذهاب يوم التروية إلى منى، فتجد بعضهم يزهد يقول لك يا أخي ما دام أن احنا ما عندنا عمل معين في يوم الثامن، لماذا نذهب اليوم الثامن؟ لا، هناك شيء غفلت عنه، وهو ينبغي أن يعلم أي حاج أنه بمجرد ما نزع ملابسه ودخل في الإحرام ولبس الإحرام ونوى الحج اشتغل عنده عداد الحسنات. فأنت تفوت على نفسك 24 ساعة، استغل لا وتفوت على نفسك. نعم. يعني واحد مثلا قال أنا ما برايح يوم التروية، بجلس في مكة إلى يوم عرفة وبحرم وبروح مباشرة إلى عرفة، نقول له قد فاتك أجر عظيم وفضل. أولا فاتك إحياء السنة، فاتك الدخول في ذلك النسك العظيم، فاتك استغل تهيئة النفس لطاعة الله، لأن الإنسان لما يلبس الإحرام شعوريا هو يشعر أنه الآن بدأ بالاجتهاد والعمل، فعليه أن يستغل هذه الأيام ويستغل هذه الفرصة العظيمة ولا يزهد فيها ولا يقلل من شأنها. شيخ محمد، هل من ممكن الصعود على جبل عرفة قبل الوقت المحدد له؟ طبعا اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء عرفة قبل زوال الشمس، نعم، قبل الظهر، ووقف عند وادي يسمى وادي عرنة، يعني على طرف عرفة، نعم، وهو الآن الموجود فيه مسجد الذي يسمى مسجد نمرة، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام، أولا صلى صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم خطب خطبة عرفة، ثم بعد ذلك تحرك إلى داخل عرفة، ووقف قريبا من الجبل المعروف اللي هو يسمونه الآن جبل الرحمة، عند أسفل الجبل يدعو الله تبارك وتعالى. طبعا ليصح حج الإنسان ويصح له الوقوف في عرفة، ينبغي أن يجمع بين الليل والنهار، بمعنى أنه يجلس في عرفة إلى غروب الشمس، فيبدأ الوقوف من الزوال وإلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس يتحرك. طيب شخص تأخر ولم يدخل عرفة في ذلك الوقت لعائق أعاقه، عنده مجال للوقوف بعرفة ويدرك الحج ما لم يدخل فجر يوم العيد، فبمجرد مجيئه بعد غروب الشمس ولو للحظة مر مرور في عرفة، فقد حصل له الوقوف في عرفة وأدرك الحج.
نعم الشيخ محمد محمود المحمود رئيس الوحدة الشرعية، شكرا لك، استمتعنا بالحديث معك، شكرا. بارك الله فيك. نعم مشاهدينا الكرام، الله يرزقنا وياكم، والله يعتق رقابنا من النار، والله يصبر الحجاج على هذا اليوم المنتظر اللي كلنا ننتظره علشان نحج في هذا اليوم يوم عرفة، ونكون ان مؤدين مناسك الحج كاملة نفس ما ذكر فضيلة الشيخ محمد محمود المحمود رئيس الوحدة الشرعية. يوسف زميلي في الاستوديو، هذا ما لدينا الى الان، ونرجع لك للاستوديو. الله يعطيك الصحة والعافية اخوي سلطان، انت وضيفك الكريم الشيخ محمد، ولا شك ان المشايخ الان يعني في اوج عطائهم لتوجيه الحجاج واعدادهم لاداء هذه الفريضة على اكمل وجه، وغالب الحجاج الان تحرك او وصل الى منى، وانا يعني قبل ما نطلع الهواء كنت اتابع بعض الرسائل والصور اللي في الجروبات وواتساب الشباب اللي حاجين، اللي يقول الحمد لله وصلنا، اللي يقول ما بعد وصلنا، تعرف هذه يطمن على هذا وهذا يطمن على هذا. فضل الله كثير من الحجاج وصلوا الى منى الان، وغدا ان شاء الله ينطلقون الى عرفه. مشايخنا بنكمل حديثنا ان شاء الله معاكم، لكن عندنا فاصل احنا مضطرين نطلع له، ففاصل قصير إن شاء الله. أعزائنا المشاهدين، نعود بعده إن شاء الله لإكمال حديثنا مع ضيوفنا، فابقوا معنا. إن الحمد ولبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد، حياكم الله، نرحب مرة أخرى بكم وبضيفي الكريمين. شيخ عبد السلام، مسألة الاستعداد لعرفة، لأن يعني قضية التروية وارتواء الناس بالماء في ذلك الزمان، ولذلك سمي هذا اليوم بهذا الاسم، لكن تهيئة النفس للدخول في هذه العبادة، يعني كان بإمكان صلى الله عليه وسلم يجعلهم يحرمون مكة وهم أصلا فيها ويخرجون منها إلى عرفة اللي هو يوم الحج أصلا، لكن مع ذلك هناك منزلة ما بين هاتين المنزلتين، وهي منزلة للتوطئة وتهيئة النفس والاستعداد. كل ممارساتهم في هذا اليوم ممارسات هي أصلا استعداد لهذا اليوم، لأنهم يتفرغون فيه تفرغا كاملا للعبادة والذكر والدعاء. فإحنا اللي هني بكرة عرفة، كيف نهيئ أنفسنا أسوة بهؤلاء؟ بالنسبة لحجاج بيت الله، هم وفده والذين وفدوا عليه. والترتيب، ترتيب الحج ترتيب عجيب. في البداية هم بجوار الكعبة، جاءوا مباشرة، إما أنهم معتمرون فأخذوا العمرة، وإما أنهم حجاج فطافوا طواف القدوم ويتهيئون من أجل أن يذهبوا إلى عرفات، لكن لابد أن يمروا عبر هذا البرزخ الذي هو منى. طيب منى، لماذا يكونون في منى؟ لأنه فرق كبير بين أن ينتقلوا من الكعبة، من جوار الكعبة المشرفة، إلى عرفات. هم لابد أن يشعروا بأنهم أمام الباب الأكبر الذي من خلاله ستتم المباهاة الأعظم بهم في عرفات. طيب حتى لا يذهبوا إلى هناك وما زالوا على الانشغال الذي كان عندهم في مكة، يهيئهم الله بأن يقول، كأنه يقول لهم استعدوا بالمكوث ها هنا، وانتبهوا متى ستشرق الشمس من اليوم التاسع حتى تنطلقوا إلى حيث مناكم وهواكم، وإلى حيث تتحقق الأمنيات. وأنا أذكر في موضوع منى حديث عجيب رواه الإمام الطبراني، أن رجلا ثقفيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في منى، فقال له يا رسول الله جئت أسألك، فقال له إن شئت سألت، وإن شئت أخبرتك عما جئت تسأل عنه. فقال له الرجل بل أخبرني عما جئت أسأل عنه فذلك أعجب إلي. يعني أجمع بين أمرين، أن أرى إعجازا جديدا من خلال معرفة أن الله أعلمك بالغيب، لأنه الذي أسألك عنه لا أعرفه إلا أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم جئت تسألني عن حجي، عن خروجك من بيتك وتأم البيت العتيق وماذا لك فيه، وعن طوافك بالبيت وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيه، وعن طوافك بالصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك بعرفة وما لك فيه،
وعن وعن رميك الجمار وما لك فيه. شوف لاحظ هو ما ذكر المشعر الحرام. نعم. وكان ذلك بسبب أن المشعر الحرام متصل اتصالا تاما بعرفة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الحج في عرفة قال من صلى صلاتنا هذه يعني في مزدلفة صلاة الفجر، وكان قبل ذلك قد وقف في أي ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد أتم حجه وقضى تفثه. فذكر مباشرة رمي الجمار، ثم قال وعن حلقك رأسك وما لك فيه، وعن رميك وعن نحرك وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت وما لك فيه، الذي هو طواف الإفاضة. فذكر هذه الأمور التسعة، وهذه الأمور التسعة تكاد تقترن تماما لأنها تمثل أعظم أركان الحج، أعظم أعمال الحج، ومنها أركانه، ومنها أركان الحج. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك الأجور العظيمة التي تترتب على هذا، على كل هذه الأعمال، على هذه الأعمال. والإنسان عندما يسمعها يقول، لأنك سألت أبو محمد، سألتنا وماذا نفعل نحن، صحيح، وقد خلفنا. أيوة. نسأل الله العفو والعافية يا رب. اللهم اجمعنا في ذلك المقام. اللهم اجمعنا في ذلك المقام على خير طاعة في خير حال. هذا الكلام، هذا الكلام يعني يشجع الأخوان الحجاج ان 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 ذهابك الى هناك فيه من الامر ما لو كان الحسد مباحا لحسدت عليه. اصطفاء والله العظيم، اصطفاء شيء ترى يعني مو مثل على ما الاولين المصريين يعني خلاص انه صار اسمك حق، لا، الحقيقه اللي انت فيها اصطفاء عظيم لما في الاجور هاي اللي بيذكرها الشيخ، يعني شيء عظيم جدا ما ينبغي ان يغيب عنك في كل لحظه. اصطفاء عظيم، عظيم جدا. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. وفد الله، كلمة وفد الله يا مر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل لما جاء له وفد عبد القيس، قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، ولا ندامة. فهؤلاء وفد الله، إذا هؤلاء وفد البشر، يعني وفد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول لهم مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، فكيف وفد الله؟ طيب إيش من الأجور شيخنا؟ بدأ صلى الله عليه وآله وسلم فقال أما خروجك من بيتك تأم البيت العتيق، فإنك لا تطأ موطئا، لا ترفع، فإن دابتك لا ترفع رجلا إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك به سيئة. وبعض الناس يأتي يسأل يقول قد عندنا طيارات، عندنا سيارات، ما عاد في موطئ ترفع الرجل وتنخفض. قل يا شيخ، قال الله وكفى بنا حاسبين، يعني أنت أمام رب العالمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهو يقول وكفى بنا حاسبين، أي أنت يعني تعجزه في موضوع الحساب، وكيف يحسب لك هذا بما يقابل ذاك؟ أنت لا تسأل عن هذا، فقط أبسط يدك أمام ملك الملوك ورب الأرباب واستعن بالله واطلب الهداية وثق بالأجر دون ارتياب. فقال فذكر هذا الأجر الأول وهو الخروج. تخيل الذي يخرج من الصين كم له من الأجور وقد بذل، والذي يخرج من الولايات المتحدة الأمريكية، من أفريقيا، يخرج من جنوب أفريقيا، لا شك أن هناك فرق بين الذي هو دان قريب وبين البعيد، وكم لهذا من الأجور. ولذلك أنا أظن أنه لا يوجد زائر ولا مسافر يمكن أن ينفق وهو يحب الإنفاق مثل الحاج والمعتمر، الله، لأنه يعلم أنه في مقابل كل شيء هناك شيء يقابله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التقعيد العظيم الذي وضعه لعائشة رضي الله تعالى عنها، عندما قال لها إنك وإنما هو على قدر نفقتك ونصبك، إنما هو الأجر، إنما هو أي الأجر على قدر النفقة والنصب، التعب، التعب محسوب والأجر محسوب. ولذلك من أعظم الناس صبرا على رفقائه وعلى المزاحمة وعلى ما يحصل وعلى يعني تعرف في السفر عندما يزدحم الناس ويصطلمون، من أعظم الناس صبرا الحجاج. يعني تخيل هذا التزاحم مثلا والتضغط في الطواف، ولا عند رمي الجمار مثلا هذا التضغط الشديد، لو كان في مكان آخر كيف سيصيح بعضهم على بعض؟ ولا ما حد موضوع الصدقة و موضوع بسط اليد إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت تتحدث، أنا ذكرت قصة، وأنا اليوم دور محاور، ولكن سامحوني جرأتي عليكم لكن والله شيخ سبحان الله طلع علي بيت لواحد اسمه الحسن محمد المهلبي، واحد من الوزراء في أواخر الدولة العباسية، يقول
له بيت مشهور كان يقول فيه: ألا موت يباع فأشتري فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. قال هالكلام وهو في شدة العوز، فكان في على سفر وفقير وقليل ذات يد وكذا، ومعه رجل. فقام لما سمع من هالرجل هذه الأبيات من شدة ما رأى من فقته تصدق عليه بلحم قيمته درهم. يعني درهم هذا يعني اللحم ذي لو شووه راح ما يلقى منه لريحته وكذا. سبحان الله، دارت بهذا الرجل المهلبي هذا الوزير، دارت به الأيام وصار وزير. لا إله إلا وافتقر الأول المتصدق صاحب تلك الأيام نداولها. أيوة، فسمع بما قال إليه المهلبي فرجى ما عنده من يد وراح طلب أنه يدخل عليه، فما أذن له، فكتب في ورقة هذا البيت: ألا موت يباع فأشتري فهذا العيش وما لا خير فيه، وكتب بيت بعده يعني كأنه يشكو له حالته. فقال ادخل بهذا على الأمير على الوزير. فدخل عليه فاستدعاه وعرفه، لما عرفه أمر له، لا ما استدعى صلى الله، لما سأل عن أمارة، سأل عن أمارة فعرفه بأن بالأمارة، فأرسل إليه 700,000 درهم مقابل درهم، وقال له، كتب له على ظهر ورقته التي بعث بها إليه في أبياته، كتب: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني هو تمثل هذه الآية في رد هذا الخير وهذا العطاء، فجعلها 700، فجعلها 700 مش 700 700,000، لأن الله تعالى يقول والله يضاعف لمن يشاء. فكان كأنه يرد عليه هذا، فأغناه حق يعني أغناه من فقر، فهذا بدرهم تصدق به على، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الدرهم، فكيف بفضل الله على من وفد عليه. شيخنا هذه عطية عبد، عطية عبد، هذا عطية يعني عبد. هذا عطية عبد، فما بالك بعطية بعطية الملك. طيب شيخنا، فإذا قضية هذا الأجر الأول. الأجر الثاني قال: وأما ركعتاك بعد الطواف. هو لم يذكر الطواف الذي هو لأنه قد يكون طواف قدوم، قد لا يكون هو طواف ركن. فذكر الركعتين، وركعتان لا يمكن أن تؤديا إلا بالطواف. فقال: وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل. ولا شك أن الرقاب أعظمها عند الله، أغلاها وأنفسها. ورقاب بني إسماعيل من المشهور بأنهم كانوا من أغلى وأغلى، فكعتق رقبة من بني إسماعيل. وإذا اعتق الإنسان رقبة اعتق الله رقبته من النار، فماذا يريد؟ طيب الآن نأتي للثالثة. قال: وأما طوافك بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة. الفرق هناك كعتق رقبة من بني إسماعيل، أما هناك كعتق 70 رقبة، أي من عموم الرقاب. طيب، وأما الرابعة: وأما وقوفك عشية عرفة، فإن الله يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا، أي هبوطا يليق بجلاله وعظمته، وما خطر ببالك فالله ليس كذلك، وله الجمال المطلق وله الكمال التام الذي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار جل جلاله. قال: فيباهي بكم، أي بالذين يحجون، فيباهي بكم ملائكته فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ومغفرتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كزبد البحر غفرتها لكم، أفيض عبادي مغفورا لكم. الله الله، ما في أحسن من هذه الجائزة. هنا المخلف يعني ماذا يقول؟ يقول الحجة: اتقوا الله واشكروا نعمة الله عليكم. يعني رباه واحد، تمثل هذا الموقف واحد من شعراء حضرموت الله يرحمه، يقول: إيش رباه أقبلت الوفود وزادها تقوى، سقاها بالدموع وجيب، لك نعمة عظمى تظللهم بها، ولهم نفوس خشع وقلوب، وقفوا ببابك يسألونك نعمة وهدى، وأنت تبرهم وتجيب، ووقفت معقود اللسان فما معي إلا أمان النوم والذنوب. ولكن نقول للذي لم يتيسر له: أبشر،
طبعا. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. حبسهم العذر بشرط. هذا الشرط. حبسهم العذر. صحيح، لأن بعض الناس شيخنا يوفق الله سبحانه وتعالى في وفرة مال شيخ شقر وخير وصحة وعافية، يستثقل ويستخسر هالمبالغ اللي يدفعها فيه مقابل إنه يحج. قلت له ليش ما حجيت؟ قال والله أنا الحج صار بذيك الحجاية ومبلغ وهو مصيف في لندن ومصيف في باريس ومصيف في ويدفع مبالغ أكثر من هذه. هذا ما لم يحبسه العذر، هذا بخلاف من حبسه العذر. سبحان الله. والشيخ جزاه الله خير فيما تكلم وأفاض، المؤمن دائما لما يسمع مثل هذا الكلام تتوق نفسه حقيقة. صحيح. يشتاق إلى أن يكون يحدث نفسه أن إن شاء الله السنة الجاية معهم، حتى لو ما عنده يقول يا رب الله بيرزقني وبكون معهم. حتى اللي عاجز ترى يقول إن شاء الله الله بيعطيني الصحة وبيعطيني العافية وبروح. المرأة تقول إن شاء الله سأجد محرم وسأجد وسأذهب. ولذلك أصلا من أعظم الفرص أن الإنسان يبدأ يسمع كلام الخير والذكر والموعظة ويبدأ هذا القلب يتحرك. شيخ، إحنا بشر، لما أمرنا الله عز وجل بالصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله عز وجل قال في الهدي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نذهب إلى الحج، نبذل المال ونتخلص من كل العلائق. صاحب المنصب هناك لا ينادى لا وزير ولا أمير ولا رئيس ولا ملك: يا حاج يا حاج، حج يا حاج، اذكر الله يا حاج. اللباس واحد، كلنا بإحرام، لا يعرف هذا الإحرام بألف ولا بريال، لا يعرف هذا أمير وزير، هذا جاء بالدين، هذا جاء بالمال. الطعام واحد والكل يتصدق على الآخر حقيقة. صحيح. وهذه شيخ الفرص، حتى من لما تروح، أنا تعبدا أنا أروح، ليش أروح؟ شو بسوي؟ تروح تعبدا لله عز وجل. الواحد يقول تربي لحية تعبدا، تقصر الثوب تعبدا، تصلي. لكن هذه الطاعات لما تجتمع ويعني يتمسك القلب أنه عبد الله عز وجل في هذا الأمر وفي هذا النهي، هو ربما لو يعني لو ما فسح له الطريق في غير مكة لضجر وغضب وربما اصطدم، ولكن هناك من حد يصطدم قال حج يا حاج لبيك. صحيح. فيمسك نفسه حفاظا على حجة شيخ. صحيح. حفاظا على طاعة. صحيح. حفاظا على تقرب إلى الله عز وجل. ولذلك سبحان الله، شوف سورة الحج في كتاب الله عز وجل، بعدها مباشرة سورة المؤمنون، وكأن الإنسان الله ينتقل من الإسلام إلى الإيمان الله بالحج. صحيح. كأن أنت بعد الحج أنت مؤمن، ترى أنت يعني عرجت إيمانيا، تخلصت من كثير من علائقك الدنيوية. وياما ناس شيخ شقر تغيرت أحوالهم بعد الحج، يعني هو قبل. صحيح. الحج إنسان وبعد الحج إنسان آخر، إلى أن مات هو إنسان في ترقي في مدار. والله شيخ، المؤمن حقيقة يحدث نفسه بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويرى مقامه كيف كان. موسى عليه السلام لما ناداه الله عز وجل: إنك في الوادي المقدس طوى، أنت في وادي، استشعر يا أخي كأن النداء لك يا أخي، الله اصطفاك واجتباك، الله يسر لك القدوم. وفي مقام أنت ترجع منك من ذنوبك يوم ولدتك أمك، بتعلق قلب، ربما بسجود رأس، ربما بدمعات تسكب، ربما بدعوات ترفع. لا يحرم الإنسان الأجر ولا يزهد ولا يظن أن الله عز وجل هذا الأمر بعيد، بالعكس رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين، والهداية قريبة وميسورة. وهذه العبرة، أن الإنسان يرجع وقلبه تغير. صحيح. أقبل على الآخرة، زهد في الدنيا، تعلق بالأمال أخروية، يريد يحفظ قرآن، يرد ربي نشع على طاعة الله عز وجل، يريد أن يكون من المصلين، من أهل الفجر، يريد أن يكون من أهل القرآن. الشيخ يقول هذول وفد الله، هذول أهل الله، هذول وفد الرحمن، وحافظ القرآن ينادى أهل الله، أهل الله وخاصته. هذه ألقاب ترى عظيمة جدا، الإنسان يحرص عليها. وين المصلين؟ والله ليتنا معهم شيخ. وين الحجاج؟ الواحد وده يكون معهم. أين المعتمرين؟ ودك تكون معهم. فأنت الله يسر لك فضل في مسألة المكان وفضل الزمان واختيار بالتيسير. كم إنسان عنده مال وحرم الذهاب، كم إنسان عنده استطاعة وحرم، كم إنسان وده ولكن قلبه سبحان الله غير موجود. ويمكن سمعنا بعض من وقع في الكبائر وكذا، كان يتصل حق بعض المشايخ يقدم وما يتيسر له الذهاب ويروح ولا يشوف الحجة. يعني سبحان الله كأن ذنوبه منعته التوفيق والتيسير للطاعة. فهنيئا لشخص ذهب إلى هناك. وكل من لم يذهب تقول لي القلب يعتصر، الدموع تنسكب، طبيعي جدا، وهذه مؤشر الإيمان أصلا. لو كان الإنسان ينظر إلى هذه الأمور ويقول لا الحمد لله لنا الأجر، والقلب شيخ ميت يا أخي، راجع نفسك. والله من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا شيخنا اللي حبسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا الصيام. نعم. بكرة
صيامه على الله، صيام عرفة احتسبوا على الله أنه يكفروا كذا سنتين واحدة راحت وواحدة جاية. فإحنا صح الحجاج لهم مزية في موضوع المغفرة إذا قبلت أعمالهم وغفر لهم، لكن بعد أنت يا المحبوس أيضا الله سبحانه وتعالى ما منعك من الأجر. صحيح ما اختارك في وفدي هذه السنة، يمكن يكون نصيبك أن تكون في الوفود القادمة، لكن المغفرة بإذن الله إذا صدق الإنسان واحتسب فهي موجودة. بل ورحمة الله سبحانه وتعالى أنه ما جعل المغفرة مرتبطة بهذه المواسم، النبي صلى الله عليه وسلم رتب على بعض الأفعال اللي يفعلها الإنسان بشكل يومي كفارة. قال الصلاة إلى الصلاة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينه، والجمعة إلى الجمعة. في باب المغفرة مفتوح طول السنة في كل الأوقات، لكن يبي اللي ينتبه لهذا. احنا بكلام المشايخ معانا ومعايا انا شخصيا وتذكيري لكم وتذكيري لنفسي هو فقط من باب الانتباه من هذه الغفله. احنا غافلين عن اشياء كثيره تحتاج ان ينتبه اليها. عندنا فاصل مشايخنا نروح له ونرجع بعد ان شاء الله نكمل حديثنا مع المشايخ وناخذ تقاريرنا من مكه. فاصل قصير نعود بعده ان شاء الله، فابقوا معنا. تقبل لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد، حياكم الله في برنامجكم لبيك، ونكمل حديثنا إن شاء الله مع مشايخنا. لكن قبل ما نكمل حديثنا مع مشايخنا في عندنا تقرير بسيط عن يوم التروية وما يكون فيه من أعمال، وترونها إن شاء الله مصورة. نشوف التقرير ونرجع إلى مشايخنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. يوم التروية الثامن من ذي الحجة، وهو أحد أيام العشر الفاضلة التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إذ قال: والفجر وليال عشر. والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري. ويوم التروية قيل إن سبب تسميته بهذه الاسم لأن حجاج بيت الله كانوا يرتوون من الماء فيه ويسقون إبلهم. وفي يوم التروية يبدأ الحجاج بالاستعداد لهذا النسك العظيم، ويتأهبون فيه للوقوف غدا بين يدي الله الكريم في يوم المغفرة والمباهاة والعتق من النيران. في هذا اليوم يذهب الحجاج إلى منى ويقيمون ويبيتون فيها، إلا أن المبيت بها ليس فرضاً بل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يؤدي الحاج الصلوات الخمس قصراً بداية من صلاة الظهر حتى فجر يوم عرفة، مع الإكثار من الأعمال الصالحة أثناء الإقامة في منى، مثل قراءة القرآن، قيام الليل، ذكر الله، الاغتسال والتطيب، ارتداء لبس الإحرام للرجال وارتداء ملابس مناسبة للمرأة. وفي فجر عرفات يؤدي الحاج صلاة الفجر بمنى والإقامة حتى طلوع الشمس، ثم الاتجاه إلى جبل عرفات. أما الأعمال المستحبة لغير الحاج يوم التروية الثامن من ذي الحجة فهي الإكثار من الأعمال الصالحة والحفاظ على أداء السنن الرواتب والنوافل، والإكثار من الدعاء والمناجات وذكر الله تعالى. لبيك اللهم لبيك. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد، نرحب بكم وبضيوفنا الكرام وبضيوفنا اللي موجودين معنا الآن من مكة المكرمة مع نديبنا أخونا سلطان نعيمي في لقاء مع أخونا الشيخ عمر فاروق الرحماني عضو الوحدة الشرعية المرافقة لبعثة الحج القطرية. أخوي سلطان الله يحييك أنت والشيخ عمر، والمايك عندكم نسمع توجيهات الشيخ عمر
الموجهة لنا ولأخواننا الحجاج. يا هلا ومرحبا فيك زميلي يوسف مرة أخرى من مقر بعثة الحج القطرية بمكة. نعم ضيفنا الأول الله يعطيه الصحة والعافية عطانا الأسئلة والأجوبة الكافية والوافية اللي تخص الحجاج، والآن يسرنا أن يكون معنا الشيخ عمر فاروق الرحماني عضو في الوحدة الشرعية. يا هلا ومرحبا فيك شيخ عمر. مرحبا حياك الله أخوي سلطان، حيا الله قناة الريان وحيا الله الإخوة المشاهدين. نعم، في البداية لأي وقت يسمح للشخص أن يذهب للميقات الإحرام، وهل هو مسموح لغاية صبح عرفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. نعم، فإن كان الحاج متمتعا كغالبية الحجاج فهو مقيم في مكة يوم التروية وفي أيام الحج بطبيعة الحال، فيشرع للحاج المتمتع أن يحرم من مكة، يحرم من مقره في مكة، فلا يتطلب الأمر أن يخرج إلى الميقات ليحرم بالحج من الميقات، وإنما يحرم من مكانه في مكة. أما الحاج المفرد الذي سيأتي حديثا إلى مكة ولم يسبق له الإتيان إليها، فإنه يشرع له أن يحرم من الميقات المكاني الخاص ببلده، وهو بالنسبة لنا للقادم من الدوحة ميقات قرن المنازل أو ما يسمى بالسيل الكبير. نعم، هذا فيما يتعلق بالمواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية للإحرام بالحج فإن السنة أن يحرم الحاج يوم الثامن من مكانه في مكة إن كان متمتعا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرم يوم الثامن، ويستطيع الحاج أن يحرم بحجته إلى وقت يمكنه بعده الوقوف في عرفة، ووقوف في عرفة يستمر إلى فجر يوم النحر أو إلى فجر يوم العيد. نعم، فيمكن للحاج أن يحرم صباح يوم عرفة، بل يمكن له أيضا أن يحرم ظهر يوم عرفة، لأنه يستطيع بعد هذا الإحرام أن يقف في عرفة ويأتي بركن الحج الأعظم. نعم سيد الشيخ عمر، ما هي الأحكام الشرعية التي ينبغي عليها معرفته للحاج؟ نعم، ينبغي للحاج أن يستعد وأن يتمكن من تحصيل العلوم الشرعية التي تعينه على أداء حجه على أكمل وجه، وهي أحكام سهلة وكثيرة أيضا، فيها تفاصيل يجب عليه أن يتعلمها أو أن يسأل من يعلم عنها. أهم هذه الأحكام أن يعرف أركان الحج وواجباته وسننه، فأركان الحج على سبيل المثال هي 4 أركان، إذا لم يأتي بأحد منها لم يصح حجه إلا بعد أن يأتي بها، وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت، ونعني هنا طواف الحج وليس طواف العمرة، والسعي بين الصفا والمروة ونعني بها أيضا سعي الحج. هذا فيما يتعلق بالأركان. أما واجبات الحج فهي 7، أولاها أن يكون الإحرام من الميقات، ثانيها أن يستمر الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس إن كان وقف نهارا، وإذا وقف ليلا أن يكون الوقوف قبل طلوع فجر يوم العيد. يضاف إلى ذلك المبيت بمزدلفة فهو من واجبات الحج، وكذلك المبيت بمنى والرمي والحلق أو التقصير، ثم طواف الوداع، ثم ما عدا ذلك من الأمور فهي من سنن الحج، كالمبيت ليلة عرفة يوم التروية بمنى، وكالرمل في الأشواط أشواط الطواف، وكالاطباع، وكتقبيل الحجر الأسود، وما ورد من الأذكار والأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي جميعها من سنن الحج. نعم. الشيخ عمر، الإرشادات التي تقوم بها البعثة للتيسير على الحاج لو نوضحها
بشكل مفصل لمشاهدينا الكرام. حقيقة تهتم البعثة كثيرا بسلامة حج الحجاج. نعم. ولذلك فإن اللجنة الشرعية في البعثة قد عينت مرشدين شرعيين في جميع الحملات. ووظيفة هؤلاء المرشدين تقوم على أمرين. الأمر الأول هو توضيح الحج أو صفة الحج للحجاج جميعا حتى يقوموا بحجهم على الوجه الأمثل. أما ثاني المهام فهو أن يجيبوا على ما يطرأ للحجاج من أسئلة أو ما يطرأ لهم من أحوال يحتاجون فيها إلى فتية شرعية. نعم. هذه المهام أو هذه الأمور التي يقوم بها المرشد من خلال البعثة وتحديدا اللجنة الشرعية نضمن بها بإذن الله عز وجل أن يقوم الحجاج بحجهم على أكمل وجه. نعم. سيد الشيخ عمر، كيف يتم التواصل مع البعثة من جانب الحجاج عن الأسئلة والاستفسارات؟ حقيقة البعثة قد أقامت مركزا للاتصال والدعم، وهذا المركز يعنى بجميع استفسارات الحجاج والتي منها الاستفسارات الشرعية. نعم. يستقبلون اتصالاتهم على هذا الرقم المجاني الموحد، ثم يحيلون ما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى اللجنة الشرعية فنجيب عليها بعون الله عز وجل في اللجنة الشرعية. وبالمناسبة فإن الرقم هو للمتصلين من داخل المشاعب المقدسة هو 8-0-0-3-0-4-0-4-4-4. هذا الرقم مخصص لكل ما يطرأ للحجاج من أسئلة شرعية أو غيرها، ويتولى الإخوة في مركز الاتصال والدعم الإجابة عن هذه تحويل هذه الأسئلة والاستفسارات إلى الجهات المختصة، والتي منها بطبيعة الحال اللجنة الشرعية إن كان السؤال متعلقا بسؤال شرعي. نعم. شيخ عمر فاروق الرحماني عضو اللجنة الشرعية، شكرا لك وشكرا على التوضيحات التي تمت الإجابة من قبلك عليها، شكرا لك. الله يحفظكم، جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، لا ننسى أرقام التواصل وحدة الدعم والاتصال، مقدمة لكم هذه الأرقام للاستفسارات العامة مثل ما ذكر الشيخ عمر، وهي 830-40-444 من المملكة العربية السعودية، وأيضا من قطر 1-3-2. عندك أي شك اتصل على هذا الرقم علشان تستفسر، وأيضا الشيوخ المتواجدين معانا في الحملات اسألهم ولا تردد علشان يوضحون لك ويجاوبونك على الأسئلة اللي أنت متشكك فيها. زميلي يوسف، هذا ما لدينا من مكة، ونرجع لك للاستوديو. الله يحييك ويجزيك خير أخوي سلطان، أنت والشيخ عمار والشباب اللي معاك جزاهم الله خير، سواء اللي قبل شوي تكلم اللي هو الشيخ محمد المحمود وأيضا الآن الشيخ عمر، كلامهم وافي واضح جدا ومهم جدا أن أخواننا من الحجاج ينتبهون حق القضية، وهي السؤال والاستيضاح عن ما يقبلون عليه من أعمال. يعني لا تقعد تنتظر إلين يجيك يوم عرفة ويصير لك شيء، أو في غالبا يوم عرفة ما عندك، ما راح يكون عندنا مشاكل وايد لأن أنت مرتبط بجدول الحملة وما في أعمال. المشكلة تصير بعدين في يعني الأعمال يوم النحر وما بعده، فأنت لا تنتظر لين تكون في الوقت ثم بعد ذلك تسأل عن إشكال طحت فيه، لا، حاول أنك تجتهد في السؤال والاستفسار عن بعض التفاصيل. يجتهد في السؤال ولا يجتهد في الإجابة يعني؟ نعم. بعض لا يجتهد في السؤال، لا تجتهد في أنك تجاوب على كيفك مثل ما قال الشيخ، وهذه قضية مهمة. الشيخ شقر، بالنسبة لي غير الحجاج يشرع لهم أو يسن لهم ويستحب صيام يوم عرفة، لكن مسألة التفرغ للعبادة والذكر وقراءة القرآن غدا وش موقعها من جدول غير الحاج؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإنسان شوف لما يتأمل شرع الله عز وجل يجد هذا الشرع من لدن حكيم عليم، من شرع خبير سبحانه، فجعل سبحانه التهيئة والتوطئة في جل العبادات. النبوة بدأت بخلوة، الصلاة تبدأ بوضوء واستعداد، فتجد سبحان الله كل الأمور فيها، الفاتحة الكتاب تبدأ بالاستعاذة وبالبسملة، فهذا التهيئة شيخ النفسية، التهيئة العملية المشروعة، لا أقول مثلا تصورات نفسية ولا أقول لك الطبية ولا هذول العلماء الطاقة وغيرهم، لا، هذه تدرج شرعي
هذا استعداد شرعي، بل جاء في الأثر من أحسن وضوءه فكأنما صلاته نافلة، وكأن سبحان الله بهذا الوضوء الذي تستعد به للصلاة وكأنه يكتب لك أجر الصلاة. الأذان والإقامة مقدمات للصلاة، السحور، احنا نترقب هلال رمضان في أول ليلة يغفر، يعتق الله عز وجل في كل ليلة، مع أن الإنسان اليوم فقط ترقب الهلال، تطلع إلى الصيام، تطلع إلى الطاعة، تطلع إلى المغفرة، ما بدأ العتق سبحان الله. وهنا الشيخ في أيام فاضلة عشر، من رحمة الله عز وجل سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، لو حج على طوال العام ربما لم يسع المسلمين ولم يسع أهل الإيمان ولا يسع أهل العلم أن يتخلفوا، لأنه حافظ عليه على الدوام، ولكن من رحمة الله بهذه الأمة أنها حجة واحدة. فعزاؤنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في كل عام، مع ذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم لمزية هذه العشر، والأثر والحديث المعروف الذي ربما كل الناس يعلم، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الله عز وجل قال والفجر وليال عشر، هذه ليالي عظيمة، يقول أهل العلم وأهل التفسير والشيخنا منهم إذا أخطأنا يصوب لنا، أن هذه العشر هي هذه العشر التي نحن فيها، التي نحن جاوزنا الآن نصفها شيخ، ما بقي إلا القليل، والإنسان والخيل في مسيرة وسباقة يجد ويجتهد في النهاية. صحيح. الإنسان إذا تأخر يعني يعزم لعله يلحق بالسابقين. فأنا الحين صمت، بكرة إن شاء الله أنا كغير حاج صمت، إيش يشرع لي من الأعمال غير الصيام؟ كل الأعمال الصالحة شيخ مشروعة، وبعض الناس ترى الله فتح له في الطاعة في مسألة الصيام. صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وبعضهم يا أخي الله فاتح له في قعدته مع أمه وأبوه، يضحكهم ويؤنسهم ويدخل البشاشة عليهم بشكل تقول ساحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم قدمها فثم الجنة، يا أخي إلزم قدمها. والله شيخ الإنسان لو كان عابدا لله عز وجل فإن مقام البر يكفيه ويغنيه. صحيح. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم أويس بن عامر من قحطان ثم من قرن، من التابعين، هو ليس من الصحابة، منعه من الصحبة بره بأمة، لم يعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أوصى الصحابة أنكم إذا لقيتموه فليدعوا لكم. مقام البر شيخ مقام عظيم. صحيح. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، اللي ما راح يلزم والديه شيخ، بتجيب لهم عيدية هذا بر فيهم، يبون يباشرون الأضحية هذا بر فيهم، بتجيب لهم وتعد لهم الطعام هذا بر فيهم، تعينهم على الصيام، بتسهر اليوم وياهم وتتسحر معهم، طاعات عظيمة شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة بين أن أعمال الخير كثيرة. حديث عثمان في عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، بكرة إجازة واليوم إجازة بدأ الناس، علم ابنائك القرآن شيخ، تصحيح الفاتلة. المهم أنه لا يفوت عليك اليوم شيخ أعمال طاعة كثيرة كثيرة. صحيح. كثيرة، وكل على طاقته، تحب الصيام عليك بالصيام، تحب القرآن عليك بالقيام، تحب البر عليك بالجيران شيخ، والإحسان إلى الفقراء، أطعام الطعام، الأجواء حارة هذه الأيام، الرواتب اليوم نزلت شيخ وآخر الشهر إلى الآن ما جاء، عطوا العمال أجرتهم، عندك خادم، عندك دريول، عندك سايق، عندك خدامة، ترى إذا بيحول المبلغ اليوم يمكن يوصلهم نهار العيد، ترى بعضهم اللي عنده دريولية وخدم يقول لك والله بعطيه 29، زاك الله خير بس 29 بتوصلهم تاريخ واحد أو اثنين. صح. عطى اليوم شيخ فرحة مع عياله، فرحة مع أهله، مع أخوانه، والله شيخ الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى أحدكم من شراكنا على والله رحمة الله ولا يهلك على الله لا هالك إلا هالك. فاصل قصير أعزائنا المشاهدين، نعود بعده إن شاء الله لإكمال حديثنا مع ضيفينا الكريمين، فابقوا معنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد، حياكم الله، ونرحب بكم وبضيوفنا الكرام. وقبل ما نرجع للاستوديو عند مشايخنا الكرام، ودي ان احنا نطلع مع اخونا سلطان عيمي نديبنا في مكة مع لقاء مع الشيخ احمد او الدكتور احمد سعيد الفودعي، عضو الوحدة الشرعية المرافقة لبعثة الحج، ناخذ من الشيخ بعض الافادات والنصائح ونرجع ان شاء الله. الميكروفون عندك يا سلطان، تفضل. نعم زميلي يوسف، نرحب بك مجددا من مقر لجنة الحج في مكة، يسرنا يكون معنا الضيف أحمد الفودعي عضو في الوحدة الشرعية. هلا ومرحبا فيك شيخ أحمد. مرحبا بكم. في البداية، هل يعتبر أن الحج بدءا من هذه الليلة يوم التروية،
أول إحرام أم أنه يبدأ من يوم عرفة؟ السنة في الحج أن يبدأ يوم الثامن من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين كانوا قد تحللوا المتمتعين، يعني الذين كانوا متمتعين، أمرهم أن يحرموا يوم الثامن، وخرجوا يوم الثامن من مكة إلى منى. فهذه السنة أن يبدأ الحج يوم الثامن من ذي الحجة. أما هل يجوز للإنسان أن يؤخر الإحرام عن يوم الثامن؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يؤخر إلى الليل أو إلى يوم التاسع في النهار ويحرم ويتوجه إلى عرفة مباشرة، يجوز. لكن إذا أراد الثواب الكامل والأجر الكامل واتباع السنة، فالسنة هي هذه، أن يبدأ الحج يوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم. شيخ أحمد، ما هي الأضاحي التي يجوز لها التضحية في يوم النحر؟ الأضاحي والهدي خصها الله سبحانه وتعالى ببهيمة الأنعام، كما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم. فلا يجزئ التضحية بغير هذه الأصناف الثلاثة. وكذلك الهدي بالنسبة للحاج الذي يذبحه في مكة، لا يجوز له أيضا أو لا يجزئه أن يذبح غير الإبل والبقر والغنم. والشروط والمواصفات في هذه الأضحية، في هذه الذبائح التي تذبح هديا بالنسبة للحاج، نسميه هدي. ما يذبح ما يذبحه الحاج سواء كان متمتع أو قارن نسميه هديا. الصفات المطلوبة في الهدي هي نفس الصفات المطلوبة في الأضحية، من حيث السن ومن حيث سلامة البهيمة من العيوب المانعة من الإجزاء. فالسن لا بد أن يكون الغنم إذا كان معزن قد أكمل سنة ودخل في الثانية، إذا كان من الضأن استكمل 6 أشهر ودخل في الشهر السابع، إذا كان من البقر استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة، إذا كان من الإبل استكملت 5 سنين ودخلت في السادسة. اشترط أيضا السلام من العيوب كما قلنا. فهذه هي البهائم التي يجوز أو يجزئ التضحية بها لمن أراد الأضحية، والهدي لمن عليه هدي سواء كان هديا واجبا أو كان هديا مستحبا. نعم. شيخ أحمد، هل يجوز التوكيل، يعني خلي شخص بدال يذبح هذه الأضحية؟ يجوز التوكيل. نعم. وإن كان ليس هو الأفضل، الأفضل أن يذبح الإنسان هديه أو أضحيته بنفسه إذا كان يتمكن من ذلك ويحسن الذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضاحيه بنفسه كما ورد الصحة في الحديث. وفي الحج لما حج عليه الصلاة والسلام أهدى 100 من الإبل، فنحر عليه الصلاة والسلام 63 ناقة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال العلماء نحر بعدد سنوات عمره، ثم أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن ينحر الباقي، فكان عليه الصلاة والسلام إذن ينحر قربانه بنفسه. وهذه السنة الكاملة، أن ينحر الإنسان هديه بنفسه إذا تمكن من ذلك طبعا وكان يحسن الذبح. إذا كان لا يحسن الذبح أو لا يريد أن يذبح، فالمرتبة الثانية في السنة أن يحضر على الأقل أضحيته أو هديه، يكون حاضرا أثناء الذبح. فإذا لم يفعل هذا ولا ذاك، لا ذبح بنفسه ولا حضر، فالخيار الثالث هو أن يوكل غيره بالذبح. فيجوز التوكيل في الذبح، ولكن شرط هذا التوكيل أن يوكل إنسانا ثقة، يعني من يثق فيه ليؤدي عنه هذه العبادة سواء كان في حضوره أو في غير حضوره. شيخ أحمد، هل يستحب المبيت في منى قبل عرفة أم هو واجب؟ المبيت في منى قبل عرفة سنة مستحبة فقط، يعني ليس واجبا، والمذاهب متفقة على هذا الحكم، يعني ليس هناك خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة على أن المبيت الأول الذي يكون قبل الوقوف بعرفة، المبيت لليلة التاسع، سنة مستحبة. إيش معنى سنة مستحبة؟ يعني أنه فعل للرسول صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به أصحابه، وفي فعله ثواب. فإن الإنسان إذا ذهب إلى منى وبات هذه الليلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يثاب على هذا الفعل، يثاب على هذا العمل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع هذا العمل وهو المبيت في منى ليلة التاسع، شرعه عليه الصلاة والسلام لحكم، ومن هذه الحكم تيسير أعمال المناسك على الحاج حتى لا يصبح يوم التاسع مرتبكا ك
كثير الأعمال فيخرج من مكة مباشرة إلى عرفة، وينتظره الوقوف الطويل في عرفة والرحلة الطويلة القادمة بعد ذلك إلى مزدلفة إلى منى، حتى يسهل عليه أعمال الحج، لا سيما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام الانتقال فيه صعوبة كما نعلم. فشرع لهم عليه الصلاة والسلام تجزئة هذه الرحلة، فبدلا من التوجه المباشر من مكة إلى عرفة قطع لهم في اليوم الأول مسافة وهي الخروج إلى منى والاستراحة فيها ليلة كاملة، ذكر لله تعالى واستعداد لتلقي الموقف يوم عرفة. فكانت هذه السنة محققة للمصلحة الدينية والمصلحة البدنية، يعني مريحة للبدن، محققة للأجر، مهيئة للإنسان ليكون يوم عرفة قد استقبل يوم عرفة بروح مقبلة على الله، بصدر منشرح، بلسان ذاكر، فيوفق يوم عرفة إلى إكمال أعماله على الوجه الأتم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن الحجاج. اللهم آمين. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. مشاهدين الكرام، كان معي الشيخ أحمد سعيد الفودعي، عضو وحدة الشرعية. شكرا لك شيخ أحمد. مرحبا بكم. نعم يوسف، الأجوبة كانت كافية ووافية، جزاه الله ألف خير شيخ أحمد، يعني بالنسبة للأضحية، بالنسبة ليوم عرفة، وأتمنى أن جاوب على الأسئلة اللي كانت تدور في ذهن الحجاج أو اللي جايين وعندهم لبس في بعض الأسئلة. هذا ما لدينا من مكة، نرجع لك للاستوديو. الله يحييك أخوي سلطان، يجزيك خير، ومتعبينك اليوم مع المشايخ هناك ولقاءات وأسئلة، وهذا مهم جدا أن نكون يعني دائما متفاعلين مع المشايخ، لأن في توجيهات ممكن تكون ما سمعت من قبل، أو يكون بعض من أخواننا ما سمعوها، فمهم تكرارها، ولا يمل الإنسان إن شاء الله من تكرار العلم. شيخ عبد السلام، إحنا كنا نذكر حديث أن تسألني عن الطواف وما لك فيه وعن السعي، فذكرنا قضية السعي، ثم بعد ذلك ذكرنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعمالا بعد السعي. يعني بعد أن تكلمنا عن الأجر الذي كل إنسان عند في إذا وقف بعرفة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يباهي الله تعالى بعباده هؤلاء الذين أتوا من كل فج عميق، كيف يباهي بهم الملائكة. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار، وأما رميك الجمار فإن لك بكل حصاة ترميها، لأن رمي الجمار معناه هو أنه يأخذ سبع حصيات في جمرة العقبة، أمام جمرة العقبة في يوم النحر، ثم يأخذ سبع حصيات أمام كل جمرة من الجمار الثلاث في اليوم الثاني واليوم الثالث، فاللي هو اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني من أيام التشريق، وإذا أراد أن يمد إلى اليوم الثالث من أيام التشريق. طيب ماذا قال؟ فإن لك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من الكبائر الموجبات الموبقات. والله هذا أجر عظيم عظيم جدا. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فها هو موسم يمكن حتى أن يدخل فيه التكفير للكبائر لمن وفقه الله تعالى، نسأل الله تعالى من فضله ورحمته. ثم ذكر الحلق فقال: وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تحلق حسنة تكتب ودرجة ترفع. قال: حسنة تكتب وسيئة تكفر. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن استوعب ذلك ذنوبه كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله يرفعه بكل ذلك درجة، أي على كل واحدة درجة. إذا كان هم يتكلمون شيخنا، هم يتكلمون عن هذه الجزئية وهم كانوا يعدون ذنوبهم عدا رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني هذاك جيل يعني كان ينتبه لأخطائه ويستغفر لها الدهر الطويل، لأنه عارف أنه يعني حريص لكن تبدر من نزلة. إحنا اليوم إحنا العكس شيخ، احنا حسناتنا نعدها، مش ذنوبنا نعدها. صلى الله العفو العافيه. يعني احنا وصلنا الى زمن ما تكاد تستطيع ان تغض فيه بصرك عن الحرام، ما تكاد حتى لو حرصت، ففي كل مكان النظر فيه الحرام وارد، الاستماع الى الحرام ما تكاد تستطيع. الربا ياتي على الناس زمان، بل لم ياكل فيه الربا اصابه من غباره واصابه غبار. يعني الامر عظيم. لما انا ليش اقول هالكلام؟ حتى يستشعر الانسان
أن السؤال هذا ما جاء من فراغ. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون زين إذا شعري استوعب ذنوبي وبقى من شعري شيء وما عندي ذنوب لا إله إلا الله، تتصور أنت لأي درجة هذيلا كانوا يعني يعدون الذنوب عدا، هم يعرفون مشاكلهم يعرفون أخطاءهم. قال أحدهم كنا نعدها من الكبائر، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من مسعود رضي الله عنه، كنا نعدها من الكبائر. قال بعد ذلك وأما نحرك فمذخور لك، مدخر عند الله سبحانه وتعالى، يعني هذا أجر لا يذكر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما بعد ذلك آخر شيء ماذا؟ طواف الإفاضة. قال وأما طوافك بالبيت فإن الله تعالى ينزل ملكا فيضع يده بين كتفيك فيقول استقبل اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. يعني الآن خلاص انتبه، هذا معناه رجع من ذنوبه كيوم ذنوبه. الحج من ذكرياته العظيمة. طيب شيخنا عندنا دقيقة واحدة بس. طيب الحج من ذكرياته العظيمة زبيدة زوجة هارون الرشيد، نعم. عندما حجت كم أنفقت؟ كم؟ 50,000 درهم. الله أكبر، 50 مليون. 50 مليون. 50 مليون في ذاك الوقت. في ذلك الوقت، يعني الآن أحسب 5 مليارات مثلاً أو نحو ذلك. 5 مليون. ولذلك زبيدة رحمه الله تعالى كان من أفكاره الهندسية التي ربما بعض الناس يقول هي مستحيل. كيف توصل الماء من العراق، لأنه مقر الخلافة كان في ذلك الوقت في العراق، كيف توصل الماء من العراق إلى الحجاج إلى مكة حتى يستقوا، وكيف تخترق الجبال من أجل أن توجد الماء في كل ذلك فيما سمي بمشروع عيون زبيدة، وإلى الآن آثارها موجودة. إذن نحن ماذا سنفعل؟ النقطة الثانية، أبشر يا من بقيت ولكنك اجتهدت في الطاعات، فما فاتك يمكن أن تعوضه بالنية الصادقة وبالأعمال التي تنافس فيها ما من أيام العمل الصالح. أحسن الله إليكم شيخنا. الشيخ على كلمتي وليها لك أبد، ولكن باق من الوقت وإحنا مضطرين نختم الحلقة. شكرا شيخنا على قبولكم للدعوة وتشريفكم لنا في هذا اللقاء، والشكر موصول للإخوة في طاقم العمل هنا ومن مكة المكرمة، ولكم أنتم أيضا أعزائنا المشاهدين في كل مكان. نلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة ولقاء جديد على خير بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين ابقوا في طاعة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.